محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا مع منك وكرمك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر عاقبتنا من أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا واحفظنا من كل ما يغضبك علينا. اللهم استر منا بطاعتك وجنبنا يا رب العالمين المعاصي، إنك على كل شيء قدير وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا من ذنب وأنت المغفر لا إله إلا أنت. اللهم انصر عاقبتنا من أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين ممن تريد بها شرا يا رب العالمين. اللهم اجعل شرهم في طبيب، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ الاسلام واهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء المسلمين الذين انت امر بهم من غيرك يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء المسلمين الذين يريدون ان يدمروها والذين يريدون ان يضروها والذين يريدون بها شرا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام عليك به، اللهم اعنا من شرورهم، اللهم نذر بك من حوثهم العظم، اللهم من شرورهم يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام، اغفر لي حينا وميتنا، اللهم اغفر لاموالنا واموال المسلمين، اللهم دور عليهم حقوقهم، اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم برر كربات المسلمين، اللهم ارفع عن المسلمين الشدائد يا ذا الجلال والاكرام، برر قرب كل مكروب من المسلمين، اللهم برر كربات المسلمين، اللهم وش مرضانا، اللهم وش مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين للشام، اللهم ارفع عن المسلمين للشام الكربات يا ذا الجلال والاكرام، واجعل الدابره على اعداء الاسلام. اللهم اقض المخططات لاعداء الاسلام، اللهم اقض الكيد اعداء الاسلام، اللهم دمر يا رب العالمين مخططاتهم، اللهم وكنا والمسلمين شر مخططاتهم يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك وارعنا برعايتك يا رب العالمين. اللهم اعنا، اللهم اعنا واعد رجالنا من ابليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين واتباعه واشياعه، انك على كل شيء قدير. اللهم اعدنا من شرور انفسنا، اللهم اعدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واعد المسلمين من شرور انفسهم وسيئات اعمالهم. اللهم يا رب العالمين اعد المسلمين من اخوانهم يا رب العالمين، وربك يا رب العالمين المسلمين كلهم، وتب على التائبين انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من كل شر مكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر مكروه يا رب العالمين، اللهم احفظ جنودنا واحفظ جنودنا يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم وربك عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداه واجعل عمله في رضاه، اللهم اعنه على كل خير، اللهم المسه ثوب الصحه والعافيه، اللهم وفقه الضجر السليم والعمل الرجيم، وفقه يا رب العالمين البلاد والبلاد، اللهم وفقه لعهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداه واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين.
الرسول خاتما، ونسأل الرسول الخاتم لنا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، احسن عواقبنا في الامور كلها انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيده وكفى الله لكم كفيلا ان الله على ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واشكروا على نعمه وانعامه وما يزدكم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون. Allah.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام.